أها. نعم. طيب هنا أستاذ إيفان، لو سمحت له أستاذ مصطفى أعود إلى الكويت. أستاذ إيفان، هل تعولون يعني واضح أنه ارتدادات ما يجري في الميدان في مسرح العمليات في ساحات المعارك في أوكرانيا، خاصة ما جرى في خاركيف وليمان وما يجري الآن في خيرسون المهمة جدا، واضح بأنه هذا يلقي بأسباب الخلافات داخل البيت الروسي؟ يعني اليوم هناك خلاف حول إجراءات الضم، ضم أراضي أوكرانية، وكيف تتم هذه الخطوة دون التحكم بكل هذه الأراضي. يعني اليوم هناك في خيرسون تحديدا إعلان عن ضم خيرسون وجزء كبير منها، بل هي كلها مرشحة لكي تحرر من قبل القوات الأوكرانية. أيضا هناك خلاف حول موضوع التعبئة وإعلان التعبئة والهروب الجماعي الذي حصل. هل تعولون على إلقاء كرة الخلافات داخل البيت الروسي؟ أعتقد أنه محتمل جدا في روسيا. بالنسبة للمظاهرات الشعبية في روسيا فلم تكن هي مؤثرة، لأن الروس بالقوة بالشرطة يمكنهم أن يقمعوا هذه المظاهرات، والناس يخافون أن يظهروا رأيهم ضد الحرب في أوكرانيا. والأفضل شيء الذي وجدوا ليعملوا الهروب من روسيا إلى الدول التي يمكن ذهاب إلى هناك دون فيزا، أو حتى يعني أو إذا كان عندهم فيزا واستعمالها في أسرع وقت ممكن. بشأن الغضب في وسائل الإعلام الروسية، فهي هناك كذلك استراتيجية دعائية جدا دقيقة في توجيه الاتهامات إلى جنرالات أو يعني من أجل تغييرهم، ولكن عدم توجيه الاتهام إلى بوتين وقراره. خليني أسألك بشكل مباشر أستاذ إيفان في هذا الإطار، هل تلعبون على وتر تحريض الشعب الروسي ضد قيادته ضد بوتين؟ ماذا يعني تصديق الرئيس زيلنسكي على قرار استحالة إجراء مفاوضات مع روسيا مع وجود فلاديمير بوتين؟ نعم، هو أولا رسالة إلى العالم، وثانيا إلى الروس أنفسهم بالطبع، لأن كان هناك في البداية أوكرانيا كانت تصر على المفاوضات المباشرة مع بوتين، لكن مع ما حدث في بوتشا فكان هناك تصريح، وهذا من تاريخ أبريل هذه السنة أو حتى من مارس هذه السنة، عندما كشفنا كل هذه الإبادة الجماعية في بوتشا وإربين، وكان هناك تصريح أن يصعب المحادثات مع روسيا بعدما رأيناه في المناطق المحتلة قبله إلى من طرف روسيا. أما الحديث علني بشأن عدم إمكانية المحادثات، كذلك كانت من الرئاسة الأوكرانية عندما توضح الأمر أن روسيا تريد إجراء الاستفتاءات الزائفة على هذه الأراضي المحتلة مؤقتا، وكرر الرئيس هذا التصريح خلال اجتماع الأمم المتحدة في بداية سبتمبر قبل إجراء هذه الاستفتاءات الزائفة. والآن فقط عندما أجريت هذه الاستفتاءات، يعني روسيا كانت على علم بشكل جيد ما هو الرد الأوكراني على هذه الخطوات الغير مشروعة، وعملت طبقا لخطتها في أسرع وقت ممكن من أجل إرضاء الداخلي، يعني الرأي العام الداخلي في روسيا أن هناك كسب من 20% من الأراضي الأوكرانية. ويجب أن نكون واقعيين، نحن لن ننتصر في هذه الحرب، هناك انتصارات تكتيكية، ولكن انتصار استراتيجي سيكون عندما تنسحب قوات روسية بشكل كامل من أوكرانيا. لكن أستاذ إيفان، كأن الرئيس زيلنسكي يقول للجنرالات في روسيا، للنافذين في روسيا، للشعب الروسي، إذا أردتم السلام، إذا أردتم تجنيب أولادكم القتل في أوكرانيا، عليكم التخلص من فلاديمير بوتين. كأنه هكذا يقول قرار زيلنسكي. وهذا ممكن أن نرى هذه الرسالة إلى باتجاه الداخلي الروسي، هذا صحيح، يعني أنا موافق معكم. وإذا ننظر في التاريخ منذ 100 سنة تقريبا في 1900
و16 و17، فكان هناك الجنرالات حول تسار، حول الحاكم في روسيا، هم بعد خسارة في الحرب، لأن الإمبراطورية عندما تخسر الحرب هناك جنرالات حوله من أجل حفاظ على الدولة، يقومون بتنحية الرئيس ويضعون استراتيجية جديدة، ولكن نحن لا نؤول على حتى هذه على هذه الجنرالات، لأن ربما الذي يأتي بعد بوتين ممكن أن يكون أسوأ منه، وبهذا السبب نحن نؤول على الجيش الأوكراني وأن يكون واضحا للجميع، للجنرالات الروسية وللشعب الروسي، أننا نحن ندافع عن نفسنا وعن أراضنا، ولا يوجد أي معنوية للروس للقتال والموت في الأراضي الأوكرانية.